سلام الله عليكم أحبتي، الله يجبركم يا رب، يفتح عليكم فتوح العارفين. اليوم أول حديث من الأحاديث 40 نووية، وإن شاء الله ربي يكرمكم بحفظها وفهمها والعمل بها. نأخذ الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. شرح الحديث: دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال، فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت فسد العمل. وإذا وجد العمل وقارنته النية، تمام، فله ثلاثة أحوال. الأول أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى، وهذه عبادة العبيد. الثاني أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب، وهذه عبادة التجار. أما الثالث أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى، وتأدية لحق العبودية، وتأدية للشكر، ويرى نفسه مع ذلك مقصرا، ويكون مع ذلك قلبه خائفا، لأنه لا يدري هل قبل عمله مع ذلك أم لا. وهذه عبادة الأحرار، وإليها أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة له رضي الله عنها حين قام من الليل حتى تورمت قدمه: يا رسول الله، أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإن قيل: هل الأفضل العبادة مع الخوف أو مع الرجاء؟ قيل: قال الغزالي رحمه الله تعالى: العبادة مع الرجاء أفضل، لأن الرجاء يورث المحبة، والخوف يورث القنوط. وهذه الأقسام الثلاثة في حق المخلصين. واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. الحال الثاني أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن عمله مردود، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الرباني يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. وسئل الشيخ عز الدين ابن عبد السلام عمن صلى فطول صلاته من أجل الناس، فقال: أرجو ألا يحبط عمله. هذا كله إذا حصل التشريك في صفة العمل، فإن حصل في أصل العمل بأن صلى الفريضة من أجل الله تعالى والناس، فلا تقبل صلاته لأجل التشريك في أصل العمل. وكما أن الرياء في العمل يكون في ترك العمل، قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. أحبكم في الله أخواتي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، انشري تؤجري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.